هنعمل الليمون بالجنزبيل والعسل. عندي هنا شوية من الليمون المتقشر، عندي هنا جنزبيل فريش مبشور، عندي شوية من العسل مكعبات التلج، وأخيرا عندي شوية من المية. على طول كده زي ما احنا متعودين هنعمله زي سموذي، ننزل بالتلج الأول، ليمون، جنزبيل، طبعا مش هنحط كل ده، نتكلم في معلقة كبيرة مثلا أو حاجة، بعد كده هنزل عليه بالعسل. آخر حاجة هنزل بالمية، نشوف لو هحتاج أزود بعد كده.